ومثل ما عودناكم في آخر فقرات البرنامج بنكون مع حل اللغز السابق، واللغز اللي كان يقول وش هنوف ماخذه لون البحر وعندها ميزة خلقها الله بعيد، ما خبرنا مثلها بين البشر، والمثل فيها إلى شيء فريد، والحل هو زرقاء اليمامة، هي اللي أخذت من لون البحر. وزرقاء اليمامة هي شخصية عربية من العصر الجاهلي، كانت مضربا للمثل في حدة النظر وجودة البصر أيضا، إذ قيل إنها كانت تبصر الأشياء من مسير الثلاث أيام، وبهذه القدرة أنذرت قومها بأن وفود الملك حسان بن تبع الحميري وجموعه قادمين إليهم مستترة خلف الأشجار أو بالأشجار وتريد غزوهم، ولكنهم اتهموها بالخرف وما صدقوها، فاجتاحهم الأخير وقضى عليهم. واعتادت العرب القول أبصر من زرقاء اليمامة إشارة لها، وسميت بهذا الاسم لزراقة عينها. مشاهدينا، التدقيق في قصة زرقاء اليمامة يجعلنا نكتشف أن ميزتها الأساسية لم تكن قوة البصر، بل البصيرة، فالبصيرة هي قوة الإدراك والفطنة.